زي الحرداني بردوها حردت 6 شهور وردوها ردت على التنسيق. انتصاراتنا الحقيقية هي معاركنا في الكرامة والثورة الفلسطينية ضد الاحتلال وليس إعادة الاتصالات مع الاحتلال. احنا بنرفض، احنا ضد التنسيق واي اتصال مع الاحتلال. والله التنسيق عادي يعني ننسق وما ننسق وشو احنا بدنا تفرق مع الشعب؟ هي قطع التنسيق شو استفادت الناس؟ وماشي التنسيق شو هي الحال واحد؟ الشعب واهم، التنسيق الامني من يوم عملية السلام وقف من ناحية سياسية ولا دقيقة وقف. كان في تنسيق ولا ما فيش تنسيق؟ اسرائيل اللي بدها اياه بيقدر تسوي واحنا قاعدين نسلك هالشعب. اسرائيل عمرها ما صدقت مع السلطة بناء على الوعد اللي وعدوه ورجعوا التنسيق، يعني انا مش شايف في داعي لانه اسرائيل اصلا ما التزمت في الاتفاقيات. اليوم 6 اشهر يعني ما يعني شو سقف المطالب اللي كان ماذا انجزنا؟ ما انجزنا منه، مجرد يعني الحديث عن ورقة او تعهدات، وكالعادة اسرائيل لم تقم بالالتزام باي اتفاق، فهل هذه الورقة تلزمها؟ انا لم اصدق اصلا ان التنسيق الامني توقف ولم اتفاجأ بهذا الإعلان. السلطة بتخلط بين التنسيق المدني والتنسيق الأمني حتى يحشروا الناس في أزمة مالية ويبين أنه المنفذ الوحيد والمخرج الوحيد هو عودة التنسيق الأمني، وهذا إشي مرفوض وهو مش انتصار. إحنا كنا نتمنى الانتصار الحقيقي هو يكون مقاطعة الاحتلال بشكل كامل وإصدار مراسيم وقرارات مقاطعة منتجات الاحتلال من السوق الفلسطيني، هذا ما يسمى انتصار. كنت بتمنى أنه يكون انتصار الشعب الفلسطيني الحقيقي هي إعادة الوحدة الوطنية والتلاحم بين كافة المكونات الفلسطينية.